الأغاني والألوان في السرية، بشير رفيقي وصديقي في الطرق في الغياهب وفي الدهاليز، ارحل لن أحكي شيئا عنك، لن أحكي شيئا عن مدرسة سروي في القصبة، عن السجن، عن التعذيب وعن السرية، سأحكي عن لقاءاتنا في أحيائنا الشعبية عندما كنا نجلس لنرتاح من نضالنا الطويل لبناء عالم أكثر حرية. هذا بعض مما كتبه السيد عبد الحميد بن الزين في صحيفة الجزائر الجمهورية هذا الصباح عن وفاة المرحوم بشير حجلي. السيد بن الزين هو ضيف الواحدة اليوم، ونرحب به أولا. السيد بن الزين سيحدثنا عن المرحوم، عن نضالاته، عن مشواره كمناضل وكسياسي وكمثقف. تفضل سيد بن الزين. شكرا أخت خديجة، وشكرا للتلفزة لهذه الدعوة. الحق مناسبة حزينة، ولكن في نفس الوقت لابد من هذه المناسبة لكي نتحدث بقدر الاستطاع على مناضل كبير من قادات البارزين من حركتنا الوطنية التحررية، على مثقف، على كاتب، على شاعر. وإذا كان ممكن يعني بكلمة واحدة ألخص خصائل هذا الرجل الكبير، أقول أنه كان متفتح في السياسة، متفتح في الثقافة، متفتح في علاقته الإنسانية. ممكن بعد الأخت خديجة ممكن نجاوب على الأسئلة. زين، ممكن تحدثنا عن المرحوم كمناضل في وقت الاستعمار؟ يعني كما نشرنا في جريدتنا في هذا اليوم، هو نضال طويل. يعني بدأ يناضل في الربعينات حينما كان طفل صغير، يعني ولد القصبة كما نقوله، من عائلة فقيرة، أصلهم من الزفون، ولكن ولد في العاصمة وتعلم في هذه المدرسة السروي مشهورة. وبالمناسبة يعني هذه بعض الأسابيع تكونت جمعية التلاميذ القدماء لهذا المدرسة السروي. والحقيقة كعدد كبير من الجزائريين في عهد الاستعمار، في وقت احتلال الاستعمار، كانت المدرسة الأولى للنضال السياسي والممارسة النضالية هي كانت الكشافة الإسلامية. ولذا كما قلت، يعني كعدد كبير من المناضلين بدأ عمله السياسي في الكشافة. وبعدين يعني تحتمت الظروف باش يترك التعليم نتاعو، كان هو باش يدخل كان يسمى في هذاك الوقت ليكون نورمال، يعني باش يولي معلم. ولكن وفاة يعني والديه والفخر وكذا جعل انه دخل في البريد، دخل يعمل في البريد. وفي مع الطبقة العاملة في يعني في البريد وفي النقابات في ذاك الوقت، اكتشف يعني مبادئ الاشتراكية العلمية، اكتشف مبادئ الاشتراكية العلمية. ويعني طبيعته هكذاك الارتجالية، هو أنه يعني عاش في حي يعني فقير، وكان متعطف كثير يعني متضامن، عنده روح التضامن مع الفقراء ومع المظلومين ومع المحقورين. وبعدين زاد اكتشف يعني القمع وضغط الاستعمار. والده في الصيف 45 يعني انخرط في الحزب الشيوعي الجزائري، لانه كان يفتش في نفس الوقت يعني النظام من اجل استقلال الوطن. وفي الفرق، ولكن هذا الاستقلال وهذا النظام يكون مربوط كذلك بالعداله الاجتماعيه وبمبادئ اللي احنا نسميوها يعني مبادئ اشتراكيه، اللي تعطي نفس الحظ للاولاد يعني كي يزيدوا. هذه يعني المبادئ في الاصل.
إذن المرحوم بشير حاج علي يوارى جثمانه التراب هذا السبت في موكب جنائزي يكون قد انطلق من بيته بحسن داي بالجزائر العاصمة تجاه مقبرة العالية. هذه الآن وقفة استذكار لحياة المرحوم مع رشيد ولد محند.